اطلعت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور محمد حمدان على البرامج والخطط التي تنفذها جامعة الحسين التقنية وجهود الجامعة التي تستهدف تطوير قدرات ومهارات الطلبة من خلال مختبراتها ومشاغلها الهندسية. كما استمعت اللجنة إلى شرح قدمه رئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور لبيب خضر عن برامج الجامعة وخططها الدراسية. من جهة أخرى، زارت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، حيث اطلعت على آلية الدراسة العملية أو الدراسة العلمية التي تقدمها الأكاديمية. أنا سعيد بزيارتنا اليوم كوفد لمجلس الأعيان، اللجنة التربوية في مجلس الأعيان لجامعة الحسين التقنية، هذه الجامعة الرائدة التي نعتبرها باكورة تطبيق والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعليم التقني. وفي زمن بسيط تمكنت هذه الجامعة من أن تحقق إنجازا جيدا من خلال ما شاهدناه في هذا اليوم من المختبرات المتخصصة، سواء كانت في الهندسة أو في الحاسوب